المزيد ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي محمد الطيب. محمد، في بداية هذه الساعة ضعنا في صورة الأوضاع الميدانية وإن كان هنالك أي متغيرات عسكرية على الأرض. مرحبا تسابيع، ربما يعني الحدث الأبرز منذ ليلة الأمس هو الخطاب الشهير لقيادي السابق بنظام الإنقاذ أحمد هارون، حيث أثار الجدل ما بين مستنكر وما بين مستغرب من إطلاق سراحه في هذه اللحظات، بل وحتى تبنيه أو دعمه لطرف ضد آخر وهو الجيش السوداني. ما زلنا بانتظار مزيد من ردود الأفعال من القوى السياسية بجانب رد فعل القيادي بقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان يوم أمس. على الأرض تجددت الاشتباكات منذ صباح اليوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ صباح اليوم، حيث شاهدنا تحليق للطائرات وأيضا رد من قبل قوات الدعم السريع بمضادات الطائرات. الاشتباكات تحديدا كانت في منطقة بري هنا في شرق الخرطوم وأيضا بضاحية الرياض وشارع بيت ختم. كنت قد شاهدت العديد من سيارات الدفع الرباعي التي تتبع لقوات الدعم السريع تسرع من هنا ومن هنا، لا ندري إن كانت هي عمليات تمشيط أم كانت يعني إعادة انتشار وتمركز من جديد حول هذه المناطق. دعيني يعني أتحدث أيضا عن الجانب الإنساني. في آخر تحديث لنقابة الأطباء بلغ يعني عدد الضحايا حتى الآن أكثر من، دعيني أتحدث عن المستشفيات أولا، أن هناك 23 من أصل خمسة من أصل خمسة. ما دمت تتحدث عن المشافي محمد، دعني فقط هنا أقاطعك وأسأل عن طبيعة ما حدث في مركز الرومي الطبي بأم درمان وسط الروايات المختلفة على صفحات التواصل الاجتماعي. نعم، يمكن الرواية الأبرز بين هذه الروايات أن القذيفة التي أطلقت على مستشفى الرومي كانت قد انطلقت من سيارة مدنية وليست عسكرية، وما زلنا يعني نحاول التأكد من هذه المعلومة. دعيني أذكر مرة أخرى الحصيلة للمستشفيات، 72% فقط من مستشفيات السودان تعمل، يعني نحن من أصل 82 يعمل فقط 23 مستشفى، أي بنسبة 72%. وما زالت نقابة الأطباء اللجنة التنهيدية منها تناشد طرفي النزاع بالتنسيق مع بعضهما ومنظمات المجتمع المدني لتوفير مسارات آمنة يتم تحديدها والإعلان عنها حتى يتمكن الكادر الطبي من الوصول للمستشفى وأيضا إمداد المستشفيات بالإمداد الدوائي الذي شارف على النفاذ، مما ينذر بنذر خطر على القطاع الصحي عموما. طيب. هناك ايضا موجه نزوح ما زالت مستمره، يعني رصدنا في نعم تفضلي. طيب محمد، بالعوده الى التحركات العسكريه، ما دمت وضعتنا في صوره الاوضاع الانسانيه، قياسا بالهدن السابقه، هل الخروق كبيره في هذه الهدنه الرابعه بعد عطله عيد الفطر؟ دعيني أقول لك أن يعني يعتبر يوم الأمس في شرق الخرطوم على الأقل الاشتباكات كانت عنيفة جدا ودوي القذائف كان مرعبا حقيقة، يمكن هو من أعنف الأيام التي شهدتها المواجهات. الجدير بالذكر أن منذ يوم الأمس انتقلت هذه المواجهات إلى الأحياء السكنية، شهدنا مدينة الكلاكلة التي قصفت بالطيران وأيضا كان هناك اشتباكات في منطقة بري وحول شرق محيط شرق المطار. كنت أود الحديث تسابيح عن المعاناة الإضافية بالإضافة للقصف وسماع دوي التفجيرات، المعاناة التي أضيفت إلى المواطن. دعيني أتحدث عن الجولة التي قمت بها صباح هذا اليوم بين الأسواق، كانت الأسعار قد تضاعفت لعشر أضعاف. نحن نتحدث عن يعني أسعار التذاكر، أسعار السلع، هذا إذا كان المحال التجارية تفتح أبوابها، ولكن الغالبية العظمى كانت مغلقة أمام الجمهور. بلغ جالون البنزين وهو 4 لترات حوالي مبلغ يعني حوالي 75 دولارا، هي 40,000 جنيه سوداني. التذاكر للسفر عبر المنافذ البرية بلغت سعر التذكرة 280,000 جنيه وهي
تعادل ما يقارب 600 دولار حتى يتمكن المواطن من مغادرة الخرطوم إلى ولايات أكثر أمانا. وما زالت أيضا موجات النزوح تتجه إلى ولايات، نعم حقيقة تحولت منطقة جنوب الخرطوم تقاطع شارع 60 مع شارع مدني لنقطة انطلاق، يعني تنطلق من الخرطوم للولايات أو إلى المعابر الحدودية، نعم شرقا حمد. عبر إثيوبيا وشمالا للحدود المصرية وغربا عبر تشاد وجنوبا عبر جنوب السودان. نعم من الخرطوم الصحفي محمد الطيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.